السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة، نكمل إن شاء الله هذا اليوم مع الـ OSI Model. بداية الـ OSI Model هو اختصار لشيء يسمى Open Systems Interconnection. طب إيش معنى Open؟ تذكروا معي في المرة الماضية أول ما تكلمنا عن What We Need، قلنا في إيش اسمه Different manufacturers، قلنا في عندي proprietary nature. الآن هاي معناها أو proprietary إنه هناك صناعة أو hardware أو software خاص له، ملكية خاصة فقط للشركة المصنعة. لكن لما يكون عندي different manufacturers وبدي كل هاي different manufacturers أو multiple manufacturers يتعاونوا مع بعض، قلت لابد يكون عندي شيء مشترك سميناه ال open systems interconnection. فهو عبارة عن نظام أو عدة أنظمة متصلة مع بعضها مفتوحة، بحيث إنه هذا الستاندرد موضوع من جهة محايدة أو موضوع من جهة، بحيث جميع المانيفاكتورز متفقين عليه وبيستخدموه وبيستفيدوا منه في صناعة الهاردوير أو السوفتوير أو الابليكيشن اللي هم بيحتاجوها أو بصنعوها للشبكات. لذلك هو اختصار لـ OSI. الـ OSI هو عبارة عن موديل بتكون أو بتكون من 7 لاير، من 7 طبقات. هذا الـ OSI موديل هو عبارة عن الدليل او الكتالوج اللي لابد انه المانيفاكتشرز يمشوا عليه عشان يقوموا بعملية تصنيع الهاردوير او السوفتوير اتسترا. طبعا هذا الجايد لاين او الموديل هو قام بانه قسم وظائف النتورك في 7 طبقات. انا مثلا عندي الشبكة بدها تحتاج كذا، مثلا بتحتاج نفرض مثلا نيك كارد، تحتاج نيك اللي هو نتورك انترفيس كارد، تحتاج الهاب، تحتاج الواير. هذه أمور لها مقاييس معينة، مثلا الفولتية اللي تمر بالكيبل كم هي. إذا وإحنا بنعرف إنه في عالم نتورك 0 1، طب الزيرو قديش إيش بيساوي الفولتية، الون قديش بيساوي الفولتية، الكيبل هذا شو معايير المادة المصنعة منها، كم مقاومته، لكم بيسمح يتصل اتسترا، لغير هذه الأمور. هذا أنا بتكلم، هذا جزء بسيط من وظيفة إحدى الطبقات. جميل. طيب هذا الـ OSI موديل احنا كما قلنا مرة ماضية someone وضعه، مين اللي وضعه؟ اللي هو الـ International Organization for Standardization اللي هو منظمة العالمية للمعايير اللي تعرف بالـ ISO. فلذلك الـ ISO هو اللي وضع الـ OSI. لاحظ قرأناها من اليسار هي ISO، إذا قرأناها بالعكس OSI هي اللي قدمت واقترحت اللي هو موديل الـ OSI 7 layer. لا تخافوا يا شباب ولا أخواتنا كذلك الأمر، بإذن الله سأقوم إن شاء الله بشرح الـ 7 layer إن شاء الله طبقة طبقة، وراح نحاول إن شاء الله نذكر. أنا أعلم أنه الـ OSI موديل يعني شوي قد يكون ما يفهم ما يهضم بسهولة، لكن إن شاء الله سأحاول إنه أحاول أبسطه إن شاء الله قدر المستطاع، ويعلم الله كم معانينا يعني. وأنا شخصيا في مسألة فهم الـ OSI وأنا بدرس سيس يعني إيه، ف يعني وفي الـ N بلس، لكن إن شاء الله قرأنا كثيرا وسمعنا كثيرا، لكن سبحان الله قد يكون لك طريقة معينة في الفهم تحبذها حتى تصل إليها، يعني تسمع وكذا لكن ما تقتنع، تحتاج إلى شيء يقنعك، يعني يكون لك طريقة معينة في التفكير. فإن شاء الله أني راح أحاول أشرح الطبقات طبقة طبقة وأذكر مثال عملي. وطبعا أنا والله يا أخوان لست شيء يعني، هو أنا فقط ناقل المعلومات، يعني هناك كثير الكتب موجودة ومؤلفات، لكن تحتاج إلى من يقرأ ومن يفهم، من يحلل، من يدقق في العبارات التي تقرأ، خصوصا وأننا نقرأ في لغة غير لغتنا العربية. وكل صاحب لغة له طريقة في التعبير، قد يذكر جملة هو يريد فيها شيء، أنت يعني كون اللغة مش لغتنا، لكن ربك الذي يسر وربك الذي يعين. إن شاء الله نحتسب هذا العمل باب الفهم إن شاء الله ومساعدة الآخرين وإدخال السرور على قلوب إخواننا المسلمين الآخرين الذي يحتاجون لهذا العلم. لا
فإن شاء الله ما تخافوا يا إخوان، إن شاء الله نحاول نفهم. وأي استفسار وأي سؤال تقدر تطرحوه إن شاء الله على الموقع وقف أونلاين، جزا الله القائمين عليه خير الجزاء. لذلك يا إخوان إحنا لازم نهتم جدا في الـ OSI. الآن so let us see it. خلينا نبلش نشوف شو هو الـ OSI model. أنا حطيت هاي الكلمة يعني في هذا السلايد عشان فعلا قلت لك you must understand OSI civil layer model in great detail. لازم نفهمه يا إخواني بتفصيلات مهمة جدا، لأني إذا فهمته خلاص بمشي بعدين بمشي. أيضا من فوائد الـ OSI model مو بس فقط إنه بعمل كونكشن بين ديفرنت مانيفاكتشرز على انه اوبن سيستم، لا انا بقدر من ناحيه اذا بدي اعمل ديفلوبمنت لشيء معين بقدر اعمله من خلال هذا الفهم لهذا الموديل. اذا بدي اعمل ايضا عمليه ترابل شوتينج، وهذا امر مهم جدا في الشبكات على مستوى العالم في الشركات، ترابل شوتينج اني احلل المشاكل. فاذا انا فهمت اللاير وفهمت الاجهزه بتشتغل على كل لاير بقدر اوصل للمشكله اللي موجوده في الشبكه. السبع طبقات إن شاء الله هي بإذن الواحد الأحد، يعني نشرحها واحد واحد إن شاء الله، لكن بعجالة سريعة. هي الطبقة السابعة اللي هي طبقة تسمى الابليكيشن، الطبقة الثانية أو التي تليها هي الطبقة السادسة برزنتيشن، الخامسة سيشن، الرابعة اللي ترانسبورت، الثالثة النتورك، الثانية الداتا لينك، فيزيكال. في بعض الناس ما بيقدر يحفظهم فبيسوي لها جملة معينة بحيث انه يتذكر اول حرف من هذه الجملة، اللي هي الجملة please don't throw sausage pizza away، بحيث انه ال P لا physical من الاسفل ببلش، بحيث انه ال P لا physical، ال D لل data link، النت لل network، وال T لل transport، ال S session، ال P لل presentation، وال A لل application. طبعا انا مختصر الموضوع هذا بالنسبه لي شخصيا وبقول كلمه بدونت سبا، بدونت سبا، فنحن نعرف بدونت في اللغه العربيه انها سمونت، وسبا هو اسم. ف بي فيزيكال داتا لينك نتورك ترانسبورت سيشن برزنتيشن ابلكيشن. نتوقف ان شاء الله لحد هذا الجزء ان شاء الله اليوم، ونكمل ان شاء الله في الحلقة أو اللقاء القادم. نستودعكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.